فلنأخذ بعض هذه الفوائد من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. الفائدة 32 أن المسلم إذا خير بين المعصية وبين الصبر على الشدة يصبر على الشدة، ويؤثر أن يطيع الله ولو راموه بسوء. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. واستعانة يوسف بالله على مواجهة كيد النسوة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني الإنسان ضعيف. يعني يوسف يقول هذا أنه بدون توفيق من الله ضعيف، ممكن مقاومة تنهار، ممكن مقاومة تنهار. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فأي واحد يتعرض لحرام، المفروض أنه يلجأ إلى الله بالدعاء أن الله يخلصه من هذا، وأنه يصرف عنه الشر، يصرف عنه الفحشاء. والثالثة والثلاثون استجابة الله لأوليائه ولدعاء المخلصين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع، يسمع دعاء عبده العليم بحال هذا العبد الذي يدعوه. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. الرابعة والثلاثون أن سيم الصالحين تعرف في وجوههم. يعني الآن اثنين في السجن معهم يوسف، ليش لجأ إليه؟ لماذا لجأ إليه؟ هل هما يعرفان يوسف من قبل أنه صاحب علم؟ لا. هل هما يعرفان يوسف من قبل أنه يعبر أحلام؟ لا. فلماذا لجأ إليه؟ قال إنا نراك من المحسنين، يعني عليك سيم الصلاح وعلامات الصالحين. فإذا أهل الصلاح يظهر عليهم والناس يحبونهم وينجذبون إليهم، ولذلك قال إنا نراك من المحسنين. هؤلاء اثنين من الكفار، ساقي الملك وخباز الملك، هؤلاء اثنين من الكفار، والملك كافر وبلد كافرة. يوسف هو الموحد الآن موجود، لجأ إليه إنا نراك من المحسنين، حالتك وسيرتك وهيئتك وأفعالك أنت شخص من المحسنين كما يقول عاما من أهل الله. يعني قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. الفائدة 36 أن الداعية إذا أراد أن يلقن ناس الحق فإنه يجعلهم يثقون به ويطمئنهم بأنهم قد وقعوا على مليء، يعني كما قالوا على الخبير سقطت، إذا جاء واحد سأل على الخبير سقطت يعني أن الآن من تسأله مليء يجيب، قال لا يأتيكما طعام ترزقاني. شوف قبل الجواب أول شيء مسألة كسب الثقة في الدعوة، يحتاج الداعية إلى كسب ثقة إيش؟ المدعو. كسب ثقة المدعو قضية مهمة، بعض المدعوين قد يلجأ إلى داعية يلجأ إليه، فلازم يكون الداعية مليء عنده ما يعطيه يثق به المدعو. قال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي. وبدأ بقضية الدعوة للتوحيد وهي الفائدة 37 أن الداعية أول ما يبدأ بالدعوة للتوحيد. أرسل معاذ إلى اليمن قال أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وهنا يوسف أول شيء بدأ قال واتبعت ملة أباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، وقال قبلها إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، ثم بدأ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، مع أنهما سألاه عن رؤيا وينتظران الجواب عن رؤيا، لكن ما كان ليجيب عن الرؤيا قبل أن يعلمهما ما هو أهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أعرابي قال أخبرني عن الساعة، متى الساعة؟ قال متى الساعة؟ قال ما أعددت لها، يعني ما هو الأهم الآن، معرفة وقت الساعة ولا الاستعداد لها؟ فصرف السائل عن الأقل أهمية إلى الشيء الأكبر أهمية. فالأعرابي قال متى الساعة؟ قال ما أعددت لها، فصرفه إلى الشيء المطلوب. هذا سأل عن رؤية، قبل الرؤية قالت أنت الآن في شرك وفي كفر وأدلك على التوحيد وأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار وهكذا. الفائدة 39 أن تعبير الرؤية فتوى، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ولذلك قال العلماء لا يجوز لمن لا يعرف في تعبير الرؤى أن يتكلم فيه لأنه فتية، مثل ما قال يفتي في الحلال الحرام كذلك تعبير الرؤى. فبعض الناس يقول أنت قص علي رؤيا وأنا أجرب، إيش أجرب؟ إما عندك علم ولا ما في شيء اسمه أجرب. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وذكر الشيخ سعد بن سعدي رحمه الله أن الكلام في الرؤى مثل الفتوى، وبغير علم يأثم عليه مثل الفتوى بغير علم. الفائدة 40 جواز اتخاذ الأسباب الجائزة للنجاة، يعني هذا قال اذكرني عند ربك حتى إذا خرج، ذكر القصة للملك، الملك يمكن يجري تحقيقا في الموضوع يخرج بسببه يوسف من السجن بريء، لكن الشيطان يسعى للكيد
أولياء الله، فأنسى الرجل هذا القصة بعد ما طلع من السجن، ويمكن فرح أن صاحبه قتل وهو نجا فأنسته الفرحة القصة القديمة، واذ ذكر بعد أمه. إذ ذكر أصلاً الذكر هذه إذ ذكر الذال والتاء متقاربة، فالتاء ثقيلة بعد الذال فقلبت الدال فصارت إذ ذكر، ما زالت الذال والدال ثقيلتان متتاليتان فأدغمت الذال والدال فصارت دالا مشددة. التشديد دليل على وجود إدغام، أن هناك حرف دخل في حرف إذ ذكر. فإذا أصل الفعل إيش؟ إذ ذكر، إذ ذكر على وزن افتعل. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الفائدة 41 أن الرؤيا الصحيحة الحق ممكن يراها الكافر، لكن نادرا أن الكافر ممكن يرى رؤيا صحيحة، ممكن، لأن الملك هذا اللي رأى سبع بقرات سمان وسبع سنبلات هذه رؤيا حق، وتعبيرها فعلا حصل ودلت على أن هناك سبع سنوات خصب وبعدين سبع سنوات عجاف وبعدين سنة بعد يجي الفرج. فممكن الشخص الكافر يرى رؤيا صحيحة لكن نادرا، إنما أكثر ما يرى الرؤيا الحق الصحيحة المؤمنون. الفائدة 43 أن الشخص الذي ذهب ليوسف علمه يوسف من غير مقابل، يعني يوسف ما قال أول أخرجوني بعدين أخبركم ما هو تأويل الرؤيا. كان ممكن يوسف يقول أول طلعوني من السجن أتكلم، خلوني في السجن ما أعطيكم روح. فما بذل يوسف العلم بمقابل، بذله بلا مقابل مباشرة. هو لما قال يوسف أيها الصديق أفتنا فتوى في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، قال تزرعون سبع سنين مباشرة،
الفائدة الرابعة والأربعون أن في هذه الآية من أصول الاقتصاد وحفظ المال ما فيه. ليه؟ لأنه قال ذروه في سنبله، وإذا فرط الحب معرض للتلف أكثر من إذا بقي في السنبل، ولذلك قال فذروه في سنبله لأنه أحفظ، إلا قليلا مما تأكلون. إذن لابد من الاحتياط والأخذ من أيام الرخاء لأيام الشدة، الأخذ من أيام الرخاء لأيام الشدة. فالآن تأكلون قليلا منه والباقي يخزن، يخزن. ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. هذه أصول الاقتصاد، كيف يتم الاقتصاد، تخطيط للمستقبل، يعني كيف النبوة فيها تخطيط للمستقبل، مواجهة الحالات الطارئة، كيف السبع سنوات العجاف تأخذ مثلا من السبع سنوات التي قبلها، كيف قضية التخزين، وكيف قضية تقسيط الأشياء على كل نصيب، كل سنة لها نصيب، بحيث أن ترحيل الأشياء من سنة إلى سنة لكي تحصل سد الحاجة. الخامسة والأربعون، كيف عرف يوسف أنه سيأتي عام رقم 15 رخاء؟ يعني قال سبع بقرات سمان يأكلون سبع نجم، سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فسرها يوسف سبع سنوات رخاء ثم سبع سنوات شدة. من وين جاب يوسف أنه سيأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون؟ يعني عام 15 رقم 15 هذا رخاء، رخاء في مطر والناس يعصرون الزيتون ويستخرجون الزيت والسمسم وإلى آخره، يعصرون يعني من الرخاء يغاث الناس بالمطر. قيل إن هذا مما فهمه الله ليوسف وعلمه إياه، لأنه لو كان عام رقم 15 عام جدب وقحط كان ما صارت سبع بقرات هزيلة وسبع سنبلات يابسة، كان صارت ثمان، كان صارت ثمان سنبلات يابسة وثمان بقرات هزيلة. فلما رأى سبعة ثم سبعة معناها أكيد الذي بعدها ليس جدب وإلا صارت ثمانية. فهذا من دقائق الفهم، على أي حال من دقائق الفهم ومما علمه الله ليوسف عليه السلام. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. الفائدة السابعة والأربعون أن الداعي إلى الله لا يخرج إلا بعد تبرئة ساحته ليخرج إلى المجتمع نظيفا،
يعني الآن سمعة يوسف بين الناس ملطخة بالشائعات، بدا له من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، وشاعوا عليه التهم الباطل وقالوا إنه راود امرأة العزيز وكذبوا عليه. فلا بد أول يعني أن تثبت تبرئة يوسف أمام الناس، لا بد من تنظيف السجلات الماضية وإعادة الأمر ناصعا وإحقاق الحق. ولذلك لما جاء الملك أعجب بالتفسير جدا، وأيضا طبعا هذه فيها يعني مكان له، يعني أنه هو الآن بسبب رؤياه ستكون هناك سياسة لإنقاذ الشعب، فلا شك أنه سر بهذا، فأراد مكافأة يوسف. فلما قال ائتوني به ما خرج يوسف على طول، والنبي عليه الصلاة والسلام تواضع جدا لما قال يرحم الله أخي يوسف، لو يعني لو أني أنا مكانه لأجبت الداعي، أول ما يقول تعال الملك يريدك اخرج معه بسرعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تواضعا منه قال هذا. فيوسف عليه السلام عنده نظرة بعيدة، مو المهم من أن يطلع من السجن، بس المهم إصلاح الأخطاء الماضية، واحد مفترى عليه لازم تعاد الأمور إلى نصابها وصحح الخطأ، يثبت أنه بريء أمام الناس، أنه مظلوم كل هذه السنوات في السجن مظلوم. فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. وطبعا هذه العلامة المشهورة للقصة، يعني أن نساء قطعن أيديهن في مجلس اشتهرت. فقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، واعترفت امرأة العزيز، وبالتالي ثبتت براءة يوسف أمام كل الناس. ولذلك لما جاء الطلب مرة ثانية للملك، الملك طلبه مرة ثانية، ازداد نفاسة عند الملك، ازداد منزلة. فالمرة الأولى قال الملك ائتوني به، المرة الثانية هذه قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. شوف الفائدة، لو خرج أول مرة خلاص ائتوني به يمكن خذ لك 100,000 مع السلامة، لكن لا، أنت فسرت الرؤيا، خذ. الآن المسألة ما هو فقط مكافأة ومع السلامة، الآن استخلصه لنفسي، الآن هذا يعني سيكون مقربا عنده محظيا ملبا طلباته من المقربين. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، بما أوحينا إليك هذا القرآن.